بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفتنا النهاردة حبايبي وصفة اقتصادية، اللي هي بيقولوا عليها وصفة آخر الشهر، لما بتكون الميزانية خلاص يعني بدأت تخلص، نبدأ نفكر في الوصفات دي. ولو ان انا ما بعتبرهاش وصفة يعني قليلة، ده هي غنية جدا بالفيتامينات. وصفتنا النهاردة الكشري العدس الأصفر والرز، الكشري البلدي زي ما بيقولوا عليه. معايا هنا كوبايتين رز، معايا كوباية الا ربع عدس اصفر. انا غسله الرز هنا بس ما غسلتش العدس دلوقتي، مش هغسله دلوقتي. يبقى انا كده ايه، معايا كوبايتين رز، معاهم كوباية الا ربع عدس اصفر، كده المقدار كده كويس. عايزه تحطي نص كوباية على كوبايتين، حطي بس، يعني هي كده بتبقى معقولة وحلوة قوي. نروح على النار بقى يا حبايبي، انا هعمل لكم بطريقة حلوة وجميلة و مختلفة مختلفة ان شاء الله هتعجبك. معايا مع العدس، معايا هنا بصلاية متوسطة كده، ما خرطها تخريط صغير. نروح بقى على النار ونشوف هنعملها ازاي، ونشوف هنعمل معاها ايه، نعلي كمان قيمتها الغذائية اكتر واكتر. هعملها لكم بطريقة حلوة حبايبي ان شاء الله تعجبكم. نروح بقى على النار نشوف هنعملها ازاي. جينا على النار حبايبي، هنا حطيت زيت على سمنة، حطي المادة الدهنية المناسبة ليكي. هنحط فيها البصلايه اللي احنا حطيناها خرطناها، هتصفر بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه بقى انا ما غسلتش العدس؟ انا بغسل العدس لاني ما بنقعوش، عشان العدس ما بيستحملش سوى، عشان ما يتهراش مع الرز. يعني يا دوبك كده انا دلوقتي هروح ايه اغسله، والرز برده ما بنقعوش كتير، يا دوبك شويه كده على بال ما اجهز حاجتي وبعدين ابدا اصفيه. انا دلوقتي هروح اغسل العدس على بان ما تصفر البصلايه كده. يا حبايبي البصل اصفر، انا مش عايزاه يغمق عن كده. هنديله بقى ايه، يعني ايه، ربع معلقه كركم، يديله كده لون حلو كده. اول ما نشم ريحته وهو طالع كده في التحمير، نحط ايه الرز. ايوه كده، الله ريحته طلعت جميله ما شاء الله. هيخلي بقى ايه شكل العدس ولونه جميل جدا الكشري. نحط بقى الرز. بسم الله الرحمن الرحيم، نقلب فيه كده اهو لحد ما ايه ما يطقطق. خلينا الطقطقه نقلب فيه شويه كده، وبعدين نحط الميه. لسه ما حطيناش العدس، خدوا بالكم، هنحط الميه الاول، مش هنحط العدس دلوقتي، وهقول لكم ليه. نقلب فيه كده لما نحس ان كل الرز كده اتشرب من الدهان اللي فيه، نبدا نحط ننزل بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الميه ونحط توابلنا، نحط الملح ونحط ايه فلفل. عايز تحطي كمون حطي، بس انا احط فلفل بس. الميه يا حبايبي كده، حبايبي حطيت الميه وحطيت الملح ونقطه فلفل بس كده عشان تدي طعم. اول ما الميه تتشرب تبدا مش تنشف خالص، يعني تفقفق كده، واحس ان الرز ايه بدا يشرب ميته، ننزل بالعدس. على بال ما تعمل بقى الحركه دي بقى، في حركه، في حاجه اختياري بقى انت ممكن تعمليه. جبت هنا طاسه وبحمر فيها شويه شعريه، دي المرحلة دي اختيار، ممكن تعمليها او ما تعمليهاش، بس هي بتخلي الكشري طعمه جميل. هنحمرها ونحطها معاه مع العدس، حبة صغيرين كبشة كده ربع كوباية كده. حبايبي الرز اهو بدأ ينشف، ننزل بقى عليه بالعدس. بسم الله الرحمن الرحيم. العدس الاصفر كده انا ما بحطوش مع الرز علشان هو ما بيستحملش سوى، وبيستوي في ثواني يعني. هنحط معاهم الشعريه كمان، عايزه تحطي الشعريه حطيها، مش عايزه براحتك، بس هي بتدي طعم وشكل جميل برده. نقلب بقى كله على بعضه كده وننقله على الشياطه على نار هاديه، ونشوف النتيجه في الاخر شكلها ايه. حاجه كده حبايبي خلاص كده قلبناه، ما تقلبوش بقى تاني بقى وتوطي عليه
وتسيبيه خالص لحد ما يستوي. وعلى بال ما يستوي بقى نروح نعمل دقة التوم ونسلق البيض. جينا حبايبي هنا التومة، جبنا كم فص توم كده، 5 6 فصوص، وفرمناهم وحطينا هنا الزيت على سمنة ونحمرهم فيه. هنعمل لها دقة زي دقة الكشري كده، بتدي طعم جميل. مش عشان يعني هي كشري ما نعملهاش بقى كل الحاجات المقبلات اللي جنبها، لازم نعمل لها كل حاجة علشان الولاد ياكلوا ويتبسطوا منها. اتحمرت حبايبي، هنحط لها شوية خل الأول. أول ما يهدى كده الخل وتحس إن الريحة طلعت، روح جاية حاطة الصلصة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فرمة فيها فلفل أحمر. الفلفل الاحمر قلنا لكم بيخلي اي حاجه بالصلصه طعمها جميل، اي طبيخ. واحط فيها حته بنجر دلوقتي تسبك بقى، ونسلق البيض وتابعي الرز الكشري، ما تعليش عليه، يكون واطي خالص، النار واطي خالص عليه. ودي كانت وصفتنا النهارده حبايبي. الكشري شكله جميل ومفرفر وجميل وحلو. هو الاضافه بقى اللي بالشعريه دي انت ممكن تعمليها او ما تعمليهاش، بس هي بتدي له اضافه جميله جدا وبتخلي طعمه روعه. وعملنا جنب منه صلصه دقه الثوم بالطماطم، بتدي له طعم جميل. وكمان عملنا وحمرنا بصل. الله ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه. وعملنا بصل، حمرت بصل اهون، وحمرت جنب منها بطاطس، وعملنا سلطه بالطماطم والبصل. البصل مهم جدا في وصفه الكشري دي. وعملنا البيض المدحرج، البيض سلقناه وحمرته في الزيت، او ممكن تحمريه في السمنه زي ما انت عايزه، اسمه بيض مدحرج. كده هتبقى الوصفه كلها قيمتها الغذائيه كامله. مين قال ان هي وصفه قليله؟ دي بالذات كل اللي فيها كله قيمته الغذائيه عاليه جدا جدا جدا، ولاولادكم كمان. يا رب تكون الوصفه عجبتكم حبايبي. لو عجبتكم بقى ما تنسونيش من لايك وشير وسبسكرايب للقناه، تكبر بيكم حبايب قلبي. واستنوني في وصفات تانية كتير. الكشري ده تحفه، جربوه قولولي في الكومنتات ايه رايكم بالطريقه دي، بالاضافه بتاعت الشعريه دي. ان شاء الله تعجبكم. يا ريت تقولوا لي عملتوها ازاي، وكان وطلع معاكم شكله ايه. يلا حبايبي اشوفكم بقى في وصفات تانية كتير، وما تنسونيش بقى من صالح دعائكم. مع سلامه الله.